مدرسة طلاب، محاضرتنا اليوم هي البابل سور. تعرفون الترتيب هو إما يكون تصاعدي يا إما يكون ترتيب تنازلي. إذا تصاعدي فحيبدي من الصغير إلى العنصر الأكبر، وإذا تنازلي فمن الأكبر للأصغر. طبعاً هسه إحنا راح نبدي على مبدأ إنه إحنا ترتيبنا هو تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. معناها الصوت هي الترتيب. وعندنا إحنا طبعاً حنشوف هسه حناخذ أكثر من خوارزمية وكلها هي نفس المبدأ، هي مبدأها ترتيب. بس شنو اللي يختلف؟ يختلف الخوارزمية طريقة الكتابة إلها. كل خوارزمية تختلف عن الخوارزمية الثانية. الفرق بين الخوارزميات كل واحدة حسب ما تعرفون بالتايم كومبلكسيتي، بالعدد الخطوات، يعني هاي هي اللي تفرق وياها هي اللي تكون كفاءتها أعلى. بس أول خوارزمية من خوارزميات الترتيب اللي راح ناخذها هي خوارزمية البابل. طبعا هي من اسمها بابل شنو معناها؟ معناها الفقاعة. الفقاعة شلون احنا الفقاعة في داخل مثل المي، اذا شايفين مثل حوض مال الاسماك بداخل الفقاعات شو تصير؟ الفقاعة تبدي من جوا الى ان تصعد 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 للسطح لي فوق. احنا هسه العنصر الصغير هيجي عندنا انه حيبدي يصعد من مكانه يروح الى البداية مالت الري. طبعا احنا دائما حنتعامل ويا مصفوفة، اللي هي احنا مصفوفة احادية حتكون بها عناصر تدخل عناصر عشوائية. احنا شغلنا شنو؟ انه نرتب هاي العناصر في داخل هذه المصفوفة. هسه اذا نشوف هذا المثال اللي موجود هسه قدامكم البابل سورت اكزامبل، هذه بالبداية الانيشال هي هي مصفوفة اما مرتبة الانيشال انسورتد اري اللي هي بين 5 و3 و8 و4 و6. هسه هذه المصفوفة إذا نريد إحنا نرتبها، شلون حنرتبها؟ أول شيء نقارن خوارزمية البابل شو تسوي؟ تقارن بين عنصر والعنصر اللي بصفه. فلما تكون مقارنة بين عنصرين، عنصر الأول وعنصر الثاني، يشوف يا هو الأصغر. مثل هنا عندنا خلينا ناخذ بالخطوة اللي بعدها ستيب 1، حناخذ 5 ويا 3. حنقارن بيناتهم، نشوف يا هو الأصغر. حنشوف هنا انه الثلاثة اللي هي اصغر من الخمسة، فبما انه الثلاثة هي اصغر من الخمسة فشو راح نسوي؟ حنسوي عملية سواب بيناتهم، يعني الثلاثة راح تكون هي مكان الخمسة والخمسة حتجي ومكان الثلاثة. حسب ما شفنا هنا بستيب 2 الثلاثة هي صارت بالبداية والخمسة صارت بعدها. الخطوة اللي بعدها حنقارن العنصر الثاني ويا اللي بعده. هسه منو عندنا العنصر الثاني؟ الخمسة ويا العنصر اللي بعده اللي هو الثمانية. خمسة والثمانية حنشوف انه هل انه الثمانية هي اصغر من الخمسة او لا. بهذه الحالة الثمانية هي مو اصغر من الخمسة، هي اكبر من الخمسة. فبما انه الثمانية اكبر من الخمسة فش راح يصير عندنا؟ راح تبقى الاراي مالتنا مثل ما هي، ما حيصير بها السواب او التبديل. الستيب 3 هسه ننتقل للعنصر اللي بعده اللي هو الثمانية ويا العنصر اللي بصفه، الثمانية ويا الأربعة. هسه لو نلاحظ هنا الأربعة هي أصغر من الثمانية، بما أن الأربعة هي أصغر من الثمانية فشنو اللي حيصير هنا عندي؟ حيصير عندي تبديل بين الأربعة والثمانية. الأربعة هي راح تجي مكان الثمانية والثمانية حتروح مكان الأربعة. بعدين الستيب الرابع حنقارن الثمانية ويا العنصر اللي بعده اللي هو الستة. حنشوف انه الستة هو اصغر من الثمانية، فش راح يصير عندي؟ حيصير عندي عملية تبديل او سواب بين الثمانية والستة. حصير الستة حتيجي مكان الثمانية والثمانية مكان الستة. هسه هنا لو نشوف شنو اللي صار عندي؟ المصفوفة ما ترتبت بالكامل، بعد عندي عناصر صغار بعدها بالنهاية موجودة في مواقع يعني مختلفة. بس اللي صار عندي الثمانية اللي هو أكبر عنصر موجود في هاي الأري وين صار موقعه؟ صار موقعه في نهاية المصفوفة. هسه هنا لو نشوفه في نهاية المصفوفة صار. هسه لما نجي مرة الثانية
نكمل العمليات مالتنا مال الترتيب. طبعا هسه المرة الثانية نرجع نعيد نفس الشغل اللي اشتغلناه بالمرة الأولى، بس هالمرة من حنشتغل على الأري، حنشتغل على الأري مالتنا ناقص واحد، معناها شنو؟ يعني ما أوصل لحد الثمانية، الموقع الثمانية ما أوصله، أوصل للثلاثة والخمسة والأربعة والستة، أرتب بيناتهم. هذه من حرتبها في كل مرة حينقص عندي عنصر، حينقص عندي عنصر إلى أن يبقى آخر عنصر هو أول عنصر اللي هو حيكون أصغر واحد، وأكبر عنصر هو حيكون آخر واحد. طبعاً هذه مثل ما قلنا حتستمر إلى أن نوصل للترتيب النهائي للمصفوفة. هسه لو نشوف هنا حنشوف الخوارزمية للبابل سورت. خوارزمية البابل سورت أو الميثود بالنسبة للبابل سورت هي شو حتكون عندنا؟ اسمها هي البابل سورت. المدخلات مالتها حتكون المصفوفة A اللي هي المصفوفة الغير مرتبة، والN الN هو يمثل لي عدد عناصر المصفوفة. فهسه هنا راح نبدي الأري مالتنا، راح نبدي الميثود مالتنا begin. شو راح يصير عندي هنا؟ نخلي تيم. هذا التيم شنو استفاد منه؟ استفاد منه لما اسوي عملية السواب اخلي العنصر مالتي اللي اني راح احتاج هسه هنا اشوفكم شنو اللي راح يصير. مثلا أنا عندي هذه الأري مالتي، خلينا نفرض بها هنا خمسة وهنا بها الثلاثة. هسه إذا أريد أحول الثلاثة بهذا الموقع، هذا الموقع صفر وهذا الموقع واحد، لما أريد أحول الثلاثة بهذا المكان شلون احولها؟ انا هاي المصفوفة مالتي اسمها A. فايش راح اقول؟ اقول ال A للموقع صفر شو تساوي لي؟ تساوي اللي هو بداخلها رقم خمسة، وال A للموقع واحد شنو موجود بداخله؟ موجود القيمة اللي رقمها ثلاثة. زين هسه أنا إذا أريد أسوي تبديل بيناتهم، إذا رأساً نقلت، إذا قلت الأي للزيرو تساوي ثلاثة، شو حخسر؟ راح أخسر القيمة اللي موجودة بالموقع الصفر اللي هي خمسة، ما راح تكون موجودة عندي، راح أفقدها. فحتى ما أفقد هذه القيمة الرقم خمسة اللي موجود في داخل هذا الموقع للأي للزيرو، أعرف هذا المتغير اللي اسمه تيم. أقول هذا التيم شو يساوي لي؟ يساوي لي الـ A للزيرو. معناها شنو؟ التيم أنا هسه خزنت بداخله، خزنت القيمة اللي موجودة بهذا الموقع صفر. أي معناها هسه التيم مخزونة بداخله القيمة اللي هي خمسة، مخزونة في داخل هذا التيم. هسه أقدر أسوي عملية المساواة. أقول الـ A للزيرو شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الـ A من واحد. هسه صار عندي هنا هذه القيمة من هنا خمسة حتنشال من هنا، شو راح يجيني مكانها؟ حتصير مكانها الثلاثة بهذه الخطوة. بعدين هسه
إذا أريد أرجع الخمسة للموقع واحد فش راح أسوي؟ حقول الـ A. الـ A للواحد راح تساوي لي، هسه المين راح أساويها؟ حساويها للتيم. هذا هو التيم، معناها أنا بالتيم هسه خلني أكتبها هنا على جهة. شكد موجودة القيمة بداخله؟ موجودة الخمسة. بس الأي للوان راح يساوي التيم، معناها هذا الأي للوان حتنشال منه الثلاثة، راح تصير الخمسة هي اللي بداخله. هذه هي عملية السواب اللي احنا حنسويها، اللي ابدال بين موقع الأول والموقع الثاني بداخل المصفوفة. هسه راح نرجع للبرنامج مالتنا. أو قبل البرنامج خلينا نرجع لهنا. هسه نشوف الميثود مالتنا مالت البابل صوت شلون تمشي. هسه قلنا هذا التيب نستفاد منه انه نخزن به القيمه اللي موجوده في داخل موقع معين اللي انا اريد اسوي به السواب. اسوي عداد، عدادات اثنين اسوي. ليش اسوي عدادات اثنين؟ واحد يبدل لي القيم الصغار، يبدل اياها بالبدايه ويخلي القيمه الكبيره تصير بالنهايه. والعداد الثاني استفاد منه انه في كل مره كملت عمليه ترتيب يعيد لي العمليه مره ثانيه، بس المره حتكون بناقص واحد. مثلا هنا شو حيكون؟ هسه عندي هنا الكي تساوي، حتبدي من الزيرو والكي اقل من الان ناقص واحد. طبعا دائما الكي تكون اقل من الان ناقص واحد. ليش ما نوصل للنهايه؟ لان العنصر الاخير ماكو عنصر بعده حتى اسوي مقارنه وياه. زين، فهسه هنا والكي في كل مره انا ازيده بواحد. الفور الثانيه منين حتبدي؟ حتبدي من الاي تساوي صفر، والاي وين تنتهي؟ الى الاي اقل من الان ناقصا الكي ناقص واحد. ليش اقول هالان ناقص كي ناقص واحد؟ حتى الان مالتي او قصدي الاي مالتي يتوقف الى قبل النهايه مالت المصفوفه بواحد في كل مره توصل بواحد. ليش؟ لان انا اخر عنصر حيكون مرتب، دائما حيكون مرتب، فما احتاج اوصل للاخير، وفي كل مره ازيد الاي بواحد. بس اجي هنا شو اسوي؟ اقارن، اقول اف الاي للاي الموقع الاول او الموقع اللي يشير عليه الاي، اذا كان اكبر من الاي للاي زائد واحد ايش راح يصير عندي؟ الاي زائد واحد معناها الموقع اللي بصفه. اذا كان الموقع الاول اكبر من الموقع اللي بصفه حيسوي عمليه ابدال. عملية الإبدال مثل ما احنا قلنا عليها، إنه التيم يساوي لي الأي للآي، والأي للآي شو يساوي لي؟ الأي للآي زائد واحد الموقع اللي بصفه، والأي للآي زائد واحد حيساوي لي التيم. هنا سويت عملية إبدال بين الموقعين. هذا طبعا هو البرنامج بالكامل. طبعا هسه احنا برنامج حنشوفه برنامج حنشوفه هنا على هذه الواجهة. هسه البرنامج مالتي طبعا أنا أفتح برنامج جديد وأسميه بالاسم المصفوفة مالتي، وانا خلي اكتب بي الكود اللي اني مات البابل صوت.
بس ثواني. هسه تشوفون الواجهة. هذا هو البرنامج مالتي حينكتب بهاي الطريقة. بالمين حأضف هذه الأري. وطبعا الأري مالتي اكو هاي ميثود اذا تشوفوها قدامكم اسمها read array. هذه الميثود read array هي اللي حتقرا لي العناصر اللي حتدخل الى داخل المصفوفة. وهنا عرفنا التيم اللي هو العنصر المتغير اللي احتاجه حتى ادخل به العنصر اللي راح ينخزن. هسه هنا الفور مالتي هذه هي الفور الاولى وهذه الفور الثانيه. الفور الاولى تبدي الاي من الصفر مثل ما قلنا، والاي من الاري دوت اللينث ناقص واحد، والاي بلس بلس. والفور الثانيه من الجي تساوي زيرو، والجي اقل من الاري دوت اللينث ناقصا الاي ناقص واحد، والجي بلس بلس. هسه هنا حيقارن اذا كانت الاري للجي أكبر من الأري للجي زائد واحد العنصر اللي بعده، فإذا نسوي عملية السواب اللي هسه مثل ما شرحناها. بعدين بالأخير console dot write لين الأري حتى يطبع لنا الأري بعد الترتيب. print array هاي ميثود اللي هي حتطبع لي الأري بعد ما ترتبت. وهسه هذه هنا نشوف هذه read array اللي هي من خلالها اقرا العناصر اللي تكون داخل المصفوفة. انه انا مجرد انه اقرا الان من الكيبورد اقرا انه ادخل عدد العناصر اللي انا اريدها في داخل هذه المصفوفة. وهذا هو انت الان يساوي الاري ويساوي next new int للان اللي هو تعريف المصفوفة. هسه بعدها ابدي ادخال العناصر بهذه الفور، فور الاي من زيرو الى الان. الاري للاي راح يساوي int dot bars، ومثل ما قلنا نحط dot bars لان انا العناصر راح تدخل عندي على شكل string، واني محتاجه العناصر حتتحول الى integer لان الاري مالتي انا معرفتها انه هي من نوع الانتجر. وما حتدخل العناصر فحيسوي لي return الاري، حيرجع لي الاري وهي بداخلها العناصر المطلوبه. وعملية البرنت، عملية البرنت مجرد برنت اري اعتيادية، انه اني اقرا الاري من اول عنصر الى اخر عنصر، اي الاي من الزيرو والاي اقل من الاري دوت اللينث. وكونسول دوت رايت لين الاري للاي، حيطبع لي العناصر لهذه المصفوفة. هسه اذا اريد ننفذ هذا البرنامج بس هنا ضغطنا على التنفيذ. هسه اول شيء يطلب مني ادخال اكثر عناصر للمصفوفه، خلينا نفرض انه احنا نريد. هسه ادخال الداتا راح ندخل عناصر الى المصفوفه. هسه احنا ست عناصر. هسه لما نضغط الانتر راح تطلع لي مصفوفه مرتبه. هسه لو نشوف هنا هذه العناصر الاولى ما مرتبه، وراها دخلت الى خوارزميه البابل سورت رجعت لي عناصر مرتبه من العنصر الاصغر الى العنصر الاكبر. بس الطلاب اوكي، اكو احد عنده سؤال؟ جاهز.
طبعا طلاب المحاضرة موجودة كاملة، ملف PDF موجود على الجوجل كلاس روم، تقدرون تشوفوها. اوكي طلاب تقدرون تكتبون اذا اكو احد عنده سؤال. زين غسق، اوكي غسق، نحاول نعيد المحاضرة من جديد بشكل سريع. مثل ما قلنا طلاب البابل صوت، بابل صوت معناها هي معناها الفقاعة. طيب شنو معنى الفقاعة؟ معناها بالضبط حيصير عملية الترتيب شلون، مثل الحركة مالت الفقاعة شلون تصعد مرحلة مرحلة إلى أن توصل للسطح. فهذه نفس الحالة راح تكون عندي، راح يصير الترتيب على شكل مراحل. المرحلة الأولى إنه شلون أني أخلي أكبر عنصر يكون في آخر الأري أو في آخر المصفوفة، وأصغر عنصر في بداية المصفوفة. شلون تصير العملية مالتنا مالت الترتيب؟ إنه تصير عن طريق إنه آخذ مصفوفة غير مرتبة، وبعدين أجي أقارن كل عنصرين، عنصر واللي بصفه، أقارن بيناتهم. العنصر الأول أقارن، إذا كان العنصر الأول أكبر من اللي بصفه أو المجاور إليه، شو حصير عندي؟ راح يصير لازم عندي تبديل، لازم الأصغر أخليه بالبداية والأكبر أخليه بالنهاية. مثل ما هنا تشوفوا قدامكم ستيب 1 إنه عندي 5 و3، 5 هي أكبر من 3، فلازم أسوي سواب بيناتهم إنه الثلاثة هي تصير مكان 5 والخمسة تصير مكان 3. نفس الحالة هسه صار عندي 5 والمجاور إلها 8، فلازم شي يصير هنا؟ الثمانية هي أكبر من الخمسة، فبما إنه الثمانية هي أكبر من الخمسة مو أصغر من أدها، فهنا بهاي الحالة ما راح أسوي عملية سواب بيناتهم، لأن يعني الخمسة هي أقل من الثمانية. أجل الخطوة اللي بعدها، الثمانية أقارنها ويا اللي بعدها، اللي بعدها هو رقم 4. اللي بعدها رقم 4 هو أصغر من الثمانية، فبما أنه رقم 4 هو أصغر من الثمانية، فاللي راح يصير هنا لازم أسوي عملية إبدال بيناتهم، عملية الإبدال بين الأربعة والثمانية، الأربعة تصير مكان الثمانية والثمانية تصير مكان الأربعة. بس تشوفون هنا ستيب 4، الثمانية صارت مكان الأربعة.